مرحبا أعزائي، نكمل الكيس هيستوري. احنا كنا خدنا في الفيديو اللي فات الـ Identifying Data، دي كانت أول معلومة احنا بنيناها في المعلومات اللي احنا بناخدها من المريض. تاني حاجة احنا بنعرفها هي الـ Chief Complaint. طيب خلينا نشوف كده الـ Chief Complaint دي بتبقى بنكتب فيها ايه، او ايه المشكلة، ايه الحاجة اللي احنا بيهمنا نعرفها. قالك الـ Chief Complaint دي المشكلة الأساسية اللي العيان جاي عشانها، وده باين من اسمها. طيب هنسأل عنها ازاي؟ هنسأل عنها بopen ended questions زي ما قلنا في الفيديوهات السابقة. حضرتك بتشتكي ان من ايه النهاردة؟ ايه الحاجة اللي خلت حضرتك تشرفنا النهاردة؟ المشكلة ايه؟ زي ما هو قال في الفيديو كده، خير الف سلامة. المهم ان هي open ended question علشان توصل منها للعيان اصلا شكوته ايه. طيب هقلك مثلا انا سنتي دي بتوجعني جدا، او بتنقح علي، او ايا كان بقى اللهجة اللي بيقول بيها شكوته، او في ورم في خدي بقاله معرفش قد ايه، وهكذا. احنا بنقول الشكوى دي او بنسجل الشكوى دي عندنا in the patient's own words. in the patient's own words يعني هو قالك ان الضرس ده بيوجعه، يبقى هتكتب انه في شكوى من يعني من المكان، زي ما العيان بيقولك هتكتب، بس بنكتب بالانجليزي. يعني مش معنى ان احنا مصريين او ان احنا عرب والراجل بيشتكي لك انه انا الضرس ده بيوجعني، يبقى هنكتب الضرس ده بيوجعني، مفيش حاجه اسمها كده. انا ليه بعلق التعليق ده؟ عشان في ناس عملت كده، تمام؟ ده مش قالش يعني. فاحنا بنكتب الشكوى بلغه درجه انجليزيه، تمام، زي ما العيان بيوصفها بنترجمها بالانجليزي وبنكتبها. لكن معنى الكلام ده ايه؟ اننا ما بنكتبش كلام علمي. يعني ايه؟ يعني هو قالك السنة القدامانية دي مثلا بتتلخلخ، فما تكتبليش anterior، ما تكتبليش maxillary. هنكتب في المقابل ايه؟ هنكتب upper مثلا لو بنتكلم على maxillary، front لو بنتكلم على anterior. يبقى احنا بنتكلم بلغة درجة انجليزية، تمام؟ وبرضو ما نتكلمش كلام علمي. يعني ما تكتبش موبيلتي، هتقول مثلا موفمنت، او يعني الفيربس حتى اللي حضرتك هتستخدمها لو استخدمت فيربس ما تكتبش فيرب علمي، ما تكتبش اكسبريشن علمي، تكتب حاجة دارجة بيستخدمها الناس. يعني ما نكتبش مثلا جينجيفا، نكتب جامز، وهكذا. طيب لو العيان جاي لك غير بقى، معلش هي بس للتوضيح، غير لو العيان قال لك كلمة علمية، يعني هو أصلا دكتور أو طبيب أسنان، فقال لك أنا عندي burning sensation مثلا في الحتة، فخلاص هتكتبها كده. كتب لك السنة الأنتيرير دي فيها مشكلة مثلا، فهتكتب أنتيرير، ماشي، ساعتها هتبقى مقبولة. ليه؟ لأن العيان أنت كاتب في الهيستوري قبلها في الأوكيوبيشن أنه هو طبيب، فمنطقي. يبقى لو العيان قال لك حاجة إحنا بنكتبها in the patient's own words، قال لك حاجة طبية هتكتبها طبية، قال لك، وده معظم الحالات، قال لك حاجة عادية بدرجة يبقى هتكتبها درجة انجليزية. طيب البيشنت راجل شياكة وجاي يبص على السنان وبصة كده، يعني جاي فولو اب، مش جاي في شكوى اساسا، فما فيش تشيف كومبلينت، هو ما فيش كومبلينت اصلا، فساعتها احنا مش هنكتب انها تشيف كومبلينت، هنكتب جنبها انها نوتيشن، ان دي يعني بنكتب نوت لنفسنا كده ان دي نوتيشن ان البيشنت جاي فور ريجولر تشيك اب، تمام. طيب هل ان العيان جاي لك عيانه صغيره في السن وبتقول لك انا السنه القدامانيه دي لونها مش عاجبني وما اعرفش ايه، وانت شايف انه في ضرس ورا اكتشلي في بري ايبيكال ابسس، وشايف ان ده الاولى ان احنا نبتدي بيه وده الاولى ان احنا نعالجه، حضرتك شايف تشيف كومبلينت معينه او بروبلم معينه، وهي اولوياتها في الحياه ان التشيف كومبلينت بتاعها شكل السنه الانتيرير اللي مخليه شكلها وحش في الصور، تمام؟ فإحنا في الآخر أنت بتعالج هذا المريض، ودي أولويات هذا المريض، فأنت لازم تحترم هذه الأولويات. مش إحنا اللي بنقول chief complaint، it is the patient's chief complaint، تمام؟ مش لازم تتوافق مع رأيك أنت أو قراراتك أنت، مش أنت يعني مش أنت الشخص الأساسي في القصة دلوقتي. طيب ال patients أساساً بيشتكوا من إيه غالباً؟ يعني الشكوى، أكتر أنواع الشكوى اللي العيانين بيجوا بيها، بيجوا بألم pain، burning sensation حرقان، swelling ورم، الليزه بتنزل دم، او انا خلعته والدم ساعتها ما وقفش فعنده bleeding، او حاسس بطعم مش ظريف في بقه، او ريحه مش ظريفه في بقه، او bad appearance، شكل اسنانه مش ولا بد، تمام. دي اكتر انواع الشكوى اللي العيانين بيجوا يشتكوا منها.
خلصت كتبت ايه هي اسم الشكوى اللي العيان بيشتكي منها, pain, swelling, burning sensation, whatever. جينا بقى للحظة ان انت محتاج تحكي لي عن هذه الشكوى. انا يدوب عرفت ان في وجع, لكن وجع ده شكله ايه, تفاصيله ايه, انا معرفش حاجة. فيجي هنا بقى دور الهيستوري اوف chief complaint.